السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طيب؟ عاملين ايه؟ تمام؟ ليكم انا كويس؟ عشان نعمل تحت الارض. انا بقى جاي من عمامة تحت معايا عشان ننزل ونشوف مين فينا اللي هيسافر. زي ما انتوا عارفين طبعا انا اللي هسبق، لان انا احسن واحد في عنف مصر وبالشرق الاوسط. انتوا عارفين انا حاصل على الميدالية الذهبية سنة 58 ايه؟ لا 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 يا جماعة انا مش كبير قوي كده. هو اي نعم الملك فاروق كان قاعد بيشكب معاهم بره، بس انا مش كبير قوي كده يعني. النهارده احنا داخلين المسابقة دي انا ومازن، وهنشوف مين فينا اللي هيكسب، واللي هيكسب هيجيب للتاني وحدة ايس كريم كبيرة ياكلها لوحده. ماشي يا عطيت؟ خليكم معانا وشوفوا المسابقة. بس انتوا مش هتشوفوني، انتوا هتشوفوا مازن بس، عشان انا ما ببلدش في الميه. انا ببقى عامل لنفسي هدي، يعني شخصيه مخفيه. انتوا عارفين بقى عم عطاوط طول عمره عفريت، انا عفريت. ماشي يا عطاوط، يلا اشوفكم بقى بعد المسابقه وبعد ما نشوف مازن وهو بيجري وبينزل الميه. يلا باي باي. دلوقتي هنبدا العد، يلا Thank you.